الرئيس السيسي يؤكد لميركل دعم مصر لاستقرار ليبيا ووضع حدا للتدخلات الخارجية في شؤونها. في أول خطاب بعد تنصيبه، الرئيس الجزائري الجديد يتعهد بتعديل الدستور وتجاوز الوضع السياسي الراهن. ومشاورات نيابية في لبنان لتسمية رئيس الحكومة وتوقعات بترشيح الوزير السابق حسان دياب للمنصب. الخامسة مساء، الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأنباء يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الساعية إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة والتي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل أيضا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. وفي اتصال هاتفي تلقاه من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شدد السيسي على أهمية وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي وتلبية طموحات شعبه في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية. من جانبها أكدت ميركل سعي بلادها للحل السياسي في ليبيا، مشيرة إلى حرص برلين على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الطابع الأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور عصام بن سعيد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صرح بأن بن سعيد سلم رسالة للرئيس السيسي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين. وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات. وإلى الجزائر، حيث جدد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون التزامه بتعديل الدستور خلال الأشهر الأولى بما يحقق مطالب الحراك الشعبي. وفي كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجزائر، دعا تبون الشباب والحراك إلى إعطاء فرصة للجمهورية الجديدة في تحقيق الأهداف والإصلاحات الجذرية المنشودة من خلال قانون جديد للانتخابات، واصفا ما قام به الشعب الجزائري من حراك بأنه بمثابة وثبة تاريخية لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها. انتهت الجولة الأولى من الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيسا جديدا للحكومة اللبنانية، فيما ستبدأ الجولة الثانية في وقت لاحق اليوم. وتوقعت مصادر سياسية تكليف وزير التعليم السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة، كما كان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وذلك بعد إعلان الحريري رفضه الترشح لرئاسة الحكومة وتمسكه بتشكيل حكومة اختصاصيين. أما في العراق فقد بدأت القوة العراقية عملية واسعة للقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الحدودية الغربية المحاذية للسعودية وسوريا. وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي أن العملية تجري بالتنسيق مع طيران كل من القوة الجوية والجيش والتحالف الدولي ضد الإرهاب. كما كانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت مقتل 3 انتحاريين من تنظيم داعش الإرهابي واعتقال 2 آخرين، وذلك في عملية إنزال نوعية في واد حدودي غربي العراق.
للمزيد من الأخبار مشاهدينا تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. في أمان الله.